القصبجي. عسلامة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين والناس اللي حاضرين بحذايل هنا في القصبجي. سيد أحمد العجيمي وسيقوبا باش نبداو ببلينغوس. عنده ستيلو الذهبي، خويا يكتب طيارة على الأخر بلينغوس. فما جملة حكاها ضحكتني على الأخر، بار كونتر فيها هكا فيها معاني كبيرة برشا. اسمعوا مع بعضنا البارتي هذي. أعطينا سيدي. يقوم وفضي غبرة وعاود ما تقوليش كارت، كان جراجك بالجرجيرة والخارق بالمخارق. احنا اللي تصور سيد احمد العجيمي لو كان الخارق بالمخارق، معناها تاكل مخارق تولي خارق. فوالا معناتها الخارق معناه الانسان الخارق ولا شيء، كان تولي انسان خارق كيما بطل خارق بالمخارق. اوكي معناها بيجا راهو معناها بيجا كل تولي عنده سوبر باور. صحيح معناتها راهو بيجا ديما فما امبوتياج، معناها الجاع المنتوج التونسي. صحيح كلهم يحبوا يوليو خارقين، دونك يابطوا البيجا باش ياكلوا المخارق. المخارق ما عادش عامله بيز كان في رمضان. الراب اللي عامله قوبه من شنو جاي زعما شنو لي ماتير لي مزليبيا. نسمع مع بعض، نسمع مع بعضنا ايه اللي في البارتي من الغنية هذي. نحكي في حي كم مانيش في العبيد نهمل، نولي اقوى بدن لو كان جيت خمامي سمن محسن مضمن. واش شرايك سيد احمد؟ لكن نولي اقوى بدن لو كان جيت خمام يسمن. اي ايماجيناسيون باهية، معناها كل ما تخمم كل ما تخمم في فكرة تزيد كيلو. اي كيفاش تولي اقوى بدن؟ معناها باش تزيد برشا كيلوات كان تخمم برشا. وي معناها كي تحب تعمل ريجيم سي طارق وانت دونك ما عادش تخمم. حاجة من اكثر الحاجات اللي تعبني في التخمام الريجيم كيفاش نبدا. نحب ياسر شكون يدزني اني نعمل ريجيم ولا شجعني. اما يا طارق مشكلة كل ما نزيد تخمم ونزيد تسمم. دونك باش تضعف تعمل مديتاسيون. بار كونتر بلي نحب نركز، قال مانيش في العبيد نهمل. يا ليك نهار بولا 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 بالليلة معنا سهرية بس مشيت انا كل ليلة يا ليك في بلاصة عامل برنامج ماشي معاه وين ما يمشي متابع رهيب. بولا بولا بالحق ولا بولا شنو هذي اللي يقول فيها؟ بولاب معناتها توقف الموسيقى، بولاب معناتها توقف الموسيقى ويحكي جوست مع العبيد. اوكي ريتم روين. قال لك شنو معناها بولاب؟ معناها طارق عمره ما سهر، طارق انسان منظم يخدم ويروح. هذا هو مثال الشاب التونسي. ليه خاطر نبدا مش واعي في سهريه ما نسمعهاش. يلا بولاب امشي. نجيو نسمعوا الرابور بلاك ولد منزل بورقيبه في اغنيه بليده وعجبتني برشا. اسمعوا الكلمات. وانت بليد لا لا اي والله قالك هذه قبل بعيدة نتاع كازو. لا قبلها برشا بعيدة نتبع فيها عندي مديدة ونحب نعلمها لكتيبة على خاطر سمحني مروان فما. لا قال هذيك بعيدة بعيدة هذيك الطفلة طلعت بعيدة. اوكي بليدة بليدة مش بعيدة. البنية قال هاك الطفلة طلعت بليدة نتبع فيها عندي مديدة هذيك ما تتعداش وتحب نعلمها لكتيبة. معناها تصور البنية هذه اللي يحكي عليها يعلمها لكتيبة تولي تكتب لنا كيما يكتب لنا هو بالطريقه نتاعو. بلي بلي تحب فيه من بعيد يولي وكل الولايه راه طلع بليد تبع فيه من بعيد. سمعني شكون هو الرابر الاخر؟ بلاك. بلاك تحيه لي بلاك تحيه يطلع بالكدي البريود هذا. تحيه لمنزل بورقيبه الكل على خاطر بالرسمي طارق فما ثوره كبيره قاعده تصير في منزل بورقيبه. منزل بورقيبه بلد الرابوريت المده الاخرانيه كل قاعده تخرج لنا في برشا دي غاب. دونك كانت هذه قصبجي لليوم، نتقابلوا يوم الاثنين القادم. يلا.